يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا أراد أن يقرر أمرا ذكر فيه الخلاف وقال وقد اختلف فيه العلماء والخلاف سائغ ولا إنكار في مسائل الخلاف، ومن ذلك مسألة التوسل التي قرر شيخ الإسلام أن الخلاف فيها سائغ، فهل قولهم صحيح؟ لا، ما يجوز أنك تقول هو يكون الخلاف يسوغ لأن الناس ما هو على مستوى واحد في العلم، قد يكون بلغ بعضهم ما لم يبلغ الآخر، قد يكون بعضهم أعلم من بعض، فهو سائغ الأصل لا سائغ الأخذ به إلا بدليل، ما نأخذ من أقوال العلماء إلا ما يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ما هو معنى إذا وجد الخلاف فالأمر واسع كما يظن بعض الناس، الخلاف يوجد ولكن العبرة بما يقوم عليه الدليل من الأقوال، ولا تبرأ الذمة إلا بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ والتعليم لا يجوز للمدرس أنه يجيب الخلاف للطلاب المبتدئين، الطلاب المبتدئين لا يجوز له يجيب الخلاف، يقرر الكتاب اللي معه، يشرح الكتاب اللي معه المقرر، يبين ألفاظه ويبين مدلولاته، وأما أنه يجيب الخلاف هذا ما هو مقرر عليه، وهذا يضيعهم ولا يكون عندهم حصيلة، أو ربما يلقي في قلوبهم الشك في المسائل. هذا الخلاف إنما يذكر عند أهل العلم عند المحصلين، أما عند الطلاب المبتدئين وطلاب المدارس هذا لا يسوغ أبدا، أو على المنابر في الخطب لا ينكر الخلاف، يذكر القول الصحيح، لأن الناس ما تتسع عقولهم ومداركهم لهذا الخلاف ويتحيرون أيضا. نعم.